morning. Good morning, teacher. How are you? Fine, thank you. Thank you, sit down. Keep the mirrors. Okay, بس المرة الماضية حلينا بس بالاكتيفيتي حلينا تمرين واحد اللي هو find and circle، حطينا دائرة على الكلمة، يعني من ضمن الحروف حطينا بس على الكلمة دائرة، صح؟ Okay, now let's move to exercise 2. نروح على التمرين الثاني page 64 صفحة 64. التمرين الثاني صفحة 64، الكل فتح بس آخر اللي شو فتحتي. يلا شوف معي اسمك. Okay. Now what is this? What is this? شو هذا بالصورة؟ شو شايفين؟ What is this? Hospital. Hospital. عيد مراي. Hospital. 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 أول واحدة مكتوبة. Hospital. عيد مراي. Hospital. مس. نشطوا أشوف. يلا. Hospital. عيد مراي. مش كل واحد لحاله. Hospital. 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 مستشفى. اوكي مس شايفين نمبر 1 هيها محلولة. محلولة. نمبر 2 وات از ذس؟ اشوف دققوا بالصورة اعرفوا لي وات از ذس؟ شو هذا اللي بالصورة؟ محشولة بالصورة. هذا بوليس ستيشن. ثانك يو اكسلنت بوليس ستيشن. شو يعني بوليس ستيشن؟ محطة شرطة. يس ثانك يو بوليس ستيشن. يلا اكتبوها بوليس ستيشن. هوسبيتال مستشفى. بوليس ستيشن محطة شرطة أو مركز شرطة. اوكي نمبر 3. Look at number 3. طلعوا لي على نمبر 3. What is this? Yes, you could get up. What's this? This. Okay, yes. What is number 3, Ahmed? Number 3 is airport. 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 Matar. Airport. Matar. شوف كيف بكتب airport. Airport. شوف matar. Okay. Airport. Matar. Repeat with me. Airport. Matar. بس خلصوا هاي الكلمة. أنا وصلت من آخر كلمة. What is it? School. School. Thank you. Excellent. We're going to play with the
then here school. Okay. Hurry up, Miss Asra, Asra. Hurry up, Miss. هذه الصفحة الثانية 56 أصعب بكثير كثير. والله مو صعبة بالصوت. أنا خلصت قبل بس أوكي. Miss, repeat with me. Hospital. 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 مستشفى. مستشفى. Police station. Police station. Police station. Police station. محطة شرطة. محطة شرطة. Airport. Airport. مطار. مطار. Airport. Airport. مطار. مطار. Fire station. Fire station. محطة إطفاء. Fire station. محطة إطفاء. محطة إطفاء. Shop. Shop. محل. محل. Shop. Shop. محل. محل. School. School. مدرسة. مدرسة. School. School. مدرسة. مدرسة. Okay, بس now let's move. خلينا ننتقل للتمرين صفحة 65. التمرين الأول صفحة 65 أشوف. يلا يا مس. مس. صفحة 65 في عندنا بوكس فيه شو؟ هسبيتال، سكول، ايربورت، بوليس ستيشن، فاير ستيشن، شوب اللي كتبناه على اللوح. هاد البوكس فيه ايش؟ اسماء مواقع او اسماء اماكن. شوب. اسماء اماكن اللي هي مستشفى، محطة شرطة، مطار، محطة اطفاء، ودكان او محل ومدرسة. اوكي بس مستمع عندي عشان تعرف السؤال. عينك عندي. ايوه. عينك عيني بحكي. شايفين هاي الكلمات مس؟ اوكي؟ هلا في عندي هون مجموعة من الأشخاص. كل شخص لابس شو؟ اللباس اللباس اليونيفورم تبع العمل تبعه. لابسين اليونيفورم اللي بدل على وين بيشتغل هو. بدل شو؟ وين بيشتغل هو، اوكي؟ هلا ما في داعي احنا نتبع على الـ اوكي هاي المتاهة. ما في داعي، بس هاي انتوا بتخططوها بالبيت، انت بتتبع عليها بالبيت، اوكي؟ لانها رح تاخذ وقت منها وتخلص هسه عليها. لهيك احنا رح نعرف شو بيشتغل هو او هي من صور الاماكن هاي. مس عينك عندي، شايفين صور الاماكن هاي ولباسهم؟ هذا رح ايش يخليني اعرف اجاوب على السؤال. هلا نمبر 1 هي works in a police station. نمبر 1 هذا وين بيشتغل اللي لابس شرطة؟ في البوليس ستيشن. طيب نمبر 2 وين هو إز شي؟ It is a nurse. هاي الصورة للنيرس. طباخة. She is a nurse معناها ممرضة. Nurse معناها ممرضة. معناها وين راح تشتغل يا ريس؟ وين راح يكون العمل تبعها؟ اللي هو نمبر 6. شايفين نمبر 6؟ نعم. النيرس وين راح تشتغل؟ نمبر 6. فنمبر 6 رح نكتب she works in a hospital. شو يعني hospital؟ مستشفى. الممرضة وين بتشتغل؟ بشوب؟ بمحل؟ الممرضة بتشتغل بفاير ستيشن؟ بس نكتب هاي ولا؟ نمبر 6 رح نكتب مس. وينها صورة المستشفى؟ وينها صورة المستشفى؟ وين نمبر 6 صح؟ طيب وين هالنيرس؟ هيها صح؟ فعند هون نمبر 6 رح نكتب she works in a hospital. يلا اكتبوا معي. هري اوكي. هلا هون مس نمبر 6 اخر واحدة she works in a hospital. بس خلاص خلصت. أو بلاش خليني آخر شيء عشان ما تستنسي شو اسمه تخربطوا. بس هو رح أحط نمبر 6 هيدا she works in a hospital. ضلني حل التالي أشوف. فكروا يلا يا مس. أنا فكر في التالي أشوف. أنا يلا يا مس. بس جود كمل. Alright.
يلا مس مين شوف حل التاني اشوف مين الشاطر مين يس يس مس اوكي هو از هي هو از هي مين هذا هذا اللي بيشتغل بالشوب ثانك يو اكسلنت يا احمد ثانك يو اكسلنت احمد اوكي يو ويل هاف اكسترا ماركس راح ازيدك علامتين زياده يس تو ماركس تو ماركس زياده يا احمد في قدامك نجمة بحكي لك ازيدك علامات بتحكي لي نجمة 2 ماركس يا احمد بلس 2 عند الامتحان تيجي تورجيني اياها اوكي بلس 2 يا احمد اسمح لي اوكي اذا نمبر 1 الشوب نمبر 5 هون هي وركس ان ا شوب بمحل. طيب نمبر وات هون نمبر هو از هي هو از هي مين هاد هو از هي هو از هي نمبر وات 5 سوري 1 2 3 4 مس الشخص اللي برقم 4 الشخص رقم 4 فاير ستيشن نو نوت هي نوت هي اوكي وركس ان ا فاير ستيشن He doesn't work in a fire station. He works in an airport. بيشتغل بالمطار. He works in an airport. اللي هي number three. تحت الفلاي. آه يا مساعد هاي إنت كمان. He works in an airport. مس ما تكتبوا مس طلوا علي انتوا شايفين هاي ايش رقمها هاي جنب 5 تكتبوها هاي جنب 3 يعني لسه ما كتبنا 4 هون عندي 4 لسه ما كتبت رايت وهون 2 هلا تحت اوكي بيشتغل بالايربورت مس الصوره اللي بعدها وات داز هي ورك وات داز هي ورك الصوره اللي بعدها بس كرك هاي المتاهة بالبيت بتحلها بالبيت بس الا هاد what does he work he work in a school استبع الصورة شوفوا شو بيشتغل بس لحظي he works in a fire station thank you excellent he works in a fire station he works هو يعمل he works معناها هو يعمل شنو ورك سيمس هو يعمل بس ثواني خليني اكمل بعدين بخليك تكتب طيب هون اخر وحده اخر وحده تبعوا معي بديش تكتب تبع معي اخر وحده مس اخر صوره وات داز شي ورك يلا اشوف انت وات داز شي ورك School. Thank you. Excellent. She works in a school. And then put her number two high. She works in a school. هي تعمل في مدرسة. Okay, Miss. بالبيت أنت بتلون المتاحة كل واحد لون عشان تعرف هو وين بيشتغل. زي ما بدك أنت كل واحد لون لون بهاي المتاحة بتمشي مع كل واحد. وين بيشتغل بتلونها لون عشان تقدر تميز اوكي مس رايت ناو يلا اكتبوا هلي يب مس يلا مس لا مس لا لا سامحي كله سامحي ما نسخ ما خلصه كله مس هلا شوف افتحوا لك اللي بعده يلا شوف خليك لك هاي كمليها كملي هاي شوف انت هنا فوق خلص خليها اوكي
أصغر شيء هي نسيان لا تبعد عن التمرين، امسك قلمك، امسك قلمك عن التمرين اللي بعده اشوف. يلا ماتش، شو بدنا نعمل؟ وصل ماتش، ماتش وصل. Now does he work in a police station؟ هل هذا اللي بالصورة بيشتغل ببوليس ستيشن؟ Yes, yes. Yes he does. بس تدخل قاعة الدرس؟ Yes. تدخل قاعة الدرس اللي حكينا شو؟ هل هو يعمل بالبوليس ستيشن؟ Does he work in a police station؟ مستمع معي علق، الكل عين علق، الكل عين علق. هلا does معناها شو؟ هل الإجابة عليها yes؟ إذا كان نعم، هلا هو بالصورة، هل هو شرطي؟ Yes. هل هو شرطي؟ Yes. إذا الإجابة رح تكون yes. شو مكتوب هون؟ شو الفاعل عندي؟ هي هو بكتبها هون وبكتب does. هاي نفسها بنزلها هون، بكتب هاي هون وهاي هون. اوكي مس سامعين شو بحكي؟ بس لا تلعب، انتبه عندي. does معناها هل does he work in a police station؟ yes he does. اذا الاجابه yes او no. اوكي الصوره الثانيه، مس الصورة الثانية، does she work in a fire station؟ هل هاي بتشتغل fire station؟ لا. هل هذه no. بتعمل fire station؟ No, she's a nurse، هي ممرضة. So شو بدها تكون الإجابة؟ No, she doesn't، اللي هي number what C. No, she doesn't number C. وصلوا لي 2 مع C أشوف. 2 مع C. 2 مع C. بس عادي نفسه بس اكتب وصل تو مع سي، اكتب لي سي في البوكس. سي اكتب سي بالبوكس هذا. يس جود، اكتب سي بالبوكس. سي مش انت وصلها مع سي، اكتب رقم 5 بالبوكس. طيب نمبر 3، does he work in a school؟ هل هو يعمل بسكول؟ هل هذا يعمل بسكول؟ No, he doesn't. نمبر ايه؟ نمبر 3 مع ايه؟ يلا اشوف وصل. نمبر 3 مع ايه؟ No, he doesn't. اكتب لي ايه بالبوكس. اكتب لي ايه بالبوكس. طيب نمبر 4، does she work in a school؟ هل هي تعمل بسكول؟ هل هذه تعمل بسكول؟ نعم. Yes, she does. نمبر 4 مع دي. دي مع دي. Thank you. اكتب لي دي بالبوكس. كل وصل؟ كل وصل؟ لا ما شفت يعني. ما كملت. يلا بس افتح لي كتابك الاول. Open your student book بسرعة. Open your student book. اكتب لي تاريخ اليوم 4 of March. اكتب لي 4 of March. يلا يلا سريع. حيوان حديقة حيوان زو حديقة حيوان. طيب
Yes, thank you. بقالة أو دكالة. طيب بانك. بانك. شنو بانك؟ شنو بانك؟ جراج. بانك. Thank you. Excellent. بانك معناها بانك. طيب شنو؟ جراج. 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 فراج. جراج. فراج أو مكان استفاض. أوكي. مس عينك عندي. في تشوفني عنده معي، تبع بإصبعك على كتابك أشوف، تبع بإصبعك على كتابك أشوف، يلا يا مس، مس تبع بإصبعك، يلا، put your finger on your book، put your finger on your book، station، repeat with me، station، 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 repeat with me، zoo، 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 حديقة حيوان. Supermarket. 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 Bank. 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 Garage. Car. Garage. 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 Okay. Now, Miss. استمع معي على اللوح اشوف يكون عينه عندي هلا هون يا مس صفحه 67 هلا في عندي مجموعه من الكلمات كلمه وات ليك 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 بس لا تكتب عينك عندي بس ليك اوكي فيس فيس مستبع عندي ماجيك اي شو يعني ماجيك اي ماجيك اي يعني اي الساحره يعني اي ايش اللي بتعمل اشياء غريبه بالكلمه الاي في نهايه الكلمه هل تنفض لا لا تنفض الاي في نهايه الكلمه شو مالها مس لا تنفض واذا سبق الاي ايه يعني ثاني حرف كان ايه شايفين الاي اذا كان لا ثاني حرف ايه هون الاي شو بتعمل بالايه شو بتعمل؟ بتخليها تطول شوي لونج، بتصير معي لونج، يعني ليك شايفين كيف لفظت انا كلمة ليك؟ ليك ما حكيت ليك ليك طولت الاي شوي، شو عملت؟ طولت الاي شوي ليش؟ لأنه في عندي اي في نهاية الكلمة، هاي اي اوكي ماجيك اي بنسميها اي الساحرة، هاي الاي بس تدخل على الكلمة هي لا تنفر، هل هي تنفر؟ لا أحمد تبع معي الاي هون بس لا تنفض معي، هل انا حكيت ليكي فيسي بليني؟ نو ليك فيس بلين بس الاي اللي بالنص هاي شو بعطيها شوية طول باللفظ يعني ليك فيس بلين اوكي ريبيت وذ مي ليك 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 بس علوا صوتكم ليك 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 فيس لا تنفض الإي في نهاية الكلمة شو مالها؟ لا تنفض، أوكي؟ Now listen and chant هلا put a circle حطوا لي دائرة مس حطوا لي دائرة على حرف what sound A و E الكلمات اللي فيها A و E الكلمات اللي فيها A و E أشوف يلا مش زي هيك بس هيها شايف هاي هيك الكلمات اللي فيها ايه و اي وين هم بالفقره بهاي الفقره كلمات اي اي زي كلمه ليك كيت فيس بلاي بس اللي جنب بعض ولا اللي مو جنب بعض بس هون بهاي الفقره اللي هو اكسرسايز 2 اكسرسايز 2 اشوف يلا هنا لازم يكون جنب بعض